اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه وربما في الحلقه القادمه ايضا، لا اعتقد ان الوقت سيكفي الحديث عن الموضوع الذي سنتناوله في هذه الحلقه. الموضوع يتعلق بما يسمونه الاصلاح الاقتصادي في العراق. منذ فتره مثل ما تعرفون تحدثت حكومه الماء الكاظمي عن ورقة إصلاحية سميت بالورقة البيضاء، ولفترة طويلة كانوا يتحدثون عن هذه الورقة وأنهم سيطرحون هذه الورقة وأن ما فيها شيء مدهش وسيخرج العراق من النفق المظلم، وهكذا تحدثوا كثيرا. وإذا بالورقة البيضاء مجرد أوراق مكتوبة بلغة إنشائية الغرض منها إيهام الناس وتضليلهم، لأن كلها تستند إلى أوهام، تستند إلى أرقام مضللة، تستند إلى خطوات لا يمكن تحقيقها. يعني يتحدثون عن القضاء على البطالة من خلال الصناعة والزراعة، ونحن ليس لدينا صناعة ولا زراعة. يتحدثون عن نمو اقتصادي والقضاء على يعني السياسة الاقتصادية التي الريعية التي يعتمد عليها العراق، اللي فقط تعتمد على النفط، وسيعتمدون على صناعة وزراعة وتجارة ومنافذ حدودية وهكذا. وهذه كلها معطلة ومنتهية مثل ما نعرف منذ عام 2003 عام احتلال العراق لغاية الآن 17 سنة من التخريب التام. مشروع التخريب بقطاره وحادلاته مضى وسحق على العراق والعراقيين. لم يبقى في العراق مصنعا واحدا، دمرت كل المصانع ونقلت الكثير من المصانع إلى إيران وغيرها وبيعت في مزادات الخردة. العراق بلد مستورد مفتوح على الاستيرادات والخاصة على إيران. حجم التبادل التجاري مع إيران تجاوز يعني 20 مليار، وماذا نصدر نحن لإيران؟ إيران تصدر لنا كل شيء من المخدرات إلى الأدوية إلى كل شيء، وحتى المشتقات النفطية التي تسرقها منا تعود وتصدرها لنا وتأخذ أموالنا، تصدر لنا الكهرباء وتصدر لنا كل شيء، تصدر لنا الموت والميليشيات والقتل والذبح كله بمبالغ وأثمان وهكذا. الصناعة والزراعة وكل والتجارة والقطاع الخاص هذه تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى بنى تراكمية. العراق بنى نفسه خلال 80 سنة قبل 2003 بناء تراكمي لبناء الصناعة والزراعة. دعنا من أي نظام، شكل النظام ملكي جمهوري من هو الحاكم، لكن 80 سنة كان العراق يبني بناء تراكمي إلى أن وصل إلى عام 2003، وإذا بكل هذا البناء يدمر وكل البنى التحتية دمرت، ولم يبقى في العراق لا مستشفيات لا مصانع لا مزارع لا خدمات لا مدارس. كل شيء فقده العراق، وأهل العراق من فقر إلى فقر، حتى وصل عدد الفقراء في العراق أكثر من 45 إلى 50%، نصف العراقيين فقراء، أكثر من 10 ملايين 12 مليون عراقي باعتراف وزارة التخطيط هم تحت خط الفقر، يأكلون من المزابل، العاطلين عن العمل أعدادهم تتجاوز 8 ملايين 9 ملايين عاطل عن العمل، الذين هاجروا وتركوا العراق أكثر من 10 ملايين عراقي، النازحين وصل عددهم إلى 6 ملايين نازح. العراق بكارثة كبيرة، تظاهرات الشهداء، القتل، الذبح، الميليشيات، الشيء الوحيد الذي زاد في العراق هو الفساد والميليشيات والخراب والدمار، هذا الذي زاد. أما عدا ذلك كل شيء قد نقص، نقصت أعمار الناس، نقصت صحتهم، نقصت أموالهم، نقص أمنهم، لا أمن ولا استقرار. هذا كله عندما تضعه في مواجهة الورقة البيضاء تجد أن الورقة البيضاء مجرد كذبة ومجرد ورقة يراد بها تضليل الشعب، إعادة الشعب. هم يقولون يجب أن لا نعود إلى المربع الأول، والعراق ما زال في المربع الأول من عام 2003 لحد الآن ولم يخرج منه، هذه حقيقة. فبالتالي بعد كل هذه يعني تمخض الجبل مثل ما يقولون فولد فأرا، وإذا بوزارة المالية تخرج يعني بعد أن طحنتهم الأزمة الاقتصادية لا يستطيعون تدبير الرواتب، واردات النفط فقط لا تساوي أكثر من 3 مليارات ونصف دولار شهريا، وهم يحتاجون إلى أكثر من 6 مليارات شهريا فقط للرواتب. فكيف عليهم أن يقترضوا، والاقتراض لا أحد يعطيهم القروض،
يذهبون إلى البنك الدولي يفرض عليهم شروطا. فبالتالي قالوا نعوض كل هذا بتعويم الدينار العراقي. الآن أصدرت وزارة المالية قرارا بجعل الدينار العراقي بمبلغ 1470 بعد أن كان 1120 للدولار الواحد، الآن صعد 1470. يعني هم يقولون احنا سعر نبيع نشتري من وزارة المال، البنك المركزي يقولون احنا نشتري من وزارة المالية ب 1450 بعدين نبيع على المصارف 1460 والمصارف تبيع للمستفيد الأخير ب 1470، وقس على ذلك والمضاربات فسيصل سعره إلى لا كرقابة ولا بالميليشيات والعصابات تتحكم بالسوق العراقي وتتحكم بكل شيء. فبالتالي كل أسعار البضائع في العراق، لأن البلد مستورد يعيش على الاستيراد، يعيش على كل شيء مستورد بالدولار، فبالتالي أسعار الدولار ارتفعت، سترتفع أسعار البضائع. في نفس الوقت قيمة الدينار العراقي عند الموظفين وغير الموظفين والكسبة لا تساوي شيئا، لا يستطيعون شراء شيء. ستزداد أسعار كل المواد من الصمونة إلى الكهرباء، إلى مشتقات البترول، مشتقات النفط، من بنزين وغيرها، كلها سترتفع. الخدمات رغم أنهم لا يقدمون خدمات لكن كلها ستزداد، كل هذه ستزداد، سائق التاكسي سيزيد، الحافلة كل شيء سيزداد. من سيدفع الثمن؟ من سيعوضهم؟ في نفس الوقت يتحدثون أنه في بداية الموازنة الجديدة سيدخلون تعديلات على رواتب الموظفين، سيقطعون المخصصات، والموظف يعتمد على هذه المخصصات. الموظف يعني هناك موظفين لا يتقاضى إلا 500 ألف، هذه 500 ألف لا تكفيه 10 أيام من الشهر، لكن مع ذلك لديه مخصصات تعينه سيرفعونها، وبالتالي أزمة كبيرة. العراق ذاهب باقتصاده إلى الركود، الركود بمعنى هناك عرض وليس هناك طلب، هناك بضائع معروضة وليس هناك من مشتري، الاستهلاك قليل والمعروض كبير، فبالتالي سيكون ركود. الركود هذا سيقود إلى الكساد، والكساد هو المرحلة التي ينتهي بها كل اقتصاد. كل اقتصاد إذا ما دخل مرحلة الكساد انتهى، والعراق منتهي بلا 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 يعني بلا سياسة اقتصادية من زمان. إذن أين الخبرات الاقتصادية؟ ما الذي فعلتموه؟ لماذا تفقرون الفقراء؟ يعني بهذه الخطوات سيجعلون أكثر من 75% من العراقيين تحت خط الفقر، يعني لا موظفين ولا عمال ولا كسبة، كلهم هؤلاء تحت خط الفقر، لا يستطيع أن يوفر طعام لعائلته لأكثر من 5 أو 10 أيام، وبالتالي الأيام الباقية سيأكل من المزابل، سيضطرون إلى بيع بيوتهم ورهن بيوتهم ورهن ما يمتلكونه وبيعها، وبالتالي ستصبح كارثة كبيرة جدا جدا. يريدون أن هذا الفساد، هذه المنظومة التي تسمى العملية السياسية بكل قواها، هذه أحزابها وقواها التي تدعي الوطنية وتدعي الحرص على العراقيين، كلها مشتركة في هذا الفساد، والآن يحملون كل آثار وتداعيات فسادهم للمواطن. على المواطن أن يتحمل هذا الفساد وأن يعاني منه ويشد الحزام. لماذا؟ يخرج المواطن في تظاهرات ضد هذا الفساد، تقتلونه بالرصاص وتعتقلونه وتتهمونه بأنه عميل للأمريكان وعميل ما أعرف المن وجوكرية، وتقتلونهم وتحاصرونهم وتدعون الإصلاح. والمواطن عندما تضطره آلة القتل والاستبداد إلى التراجع قليلا لتنظيم نفسه، تخرج له بهذه القرارات التي ترهقه ماديا. ما الذي بقي للمواطن في العراق؟ ما الذي يجعل المواطن يضحي من أجلكم؟ لو كنتم حكومة وطنية، لو كنتم حكومة ترعى المواطن، المواطن من يعني من حقكم على المواطن أن يضحي لأجلكم، وهو سيضحي من دون أن تطلبوا. لكن أن تقهروا المواطن وتستبدوا عليه وتسرقوا حياته وتسرقوا حتى أحلامه، وتريدوه أن يقف معكم لكي ينجدكم وأنتم في هذه الأزمة، يعني هذا ما يسمح به لوقت هذه الحلقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل هذا الحديث عن هذه الخطوة التي أقل ما يقال عنها أنها يعني مثل الرصاصة القاتلة لكل العراقيين. أترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.